دعوة دولية لوضع معاهدة بشأن الجوائح لمواجهة الأزمات الصحية في المستقبل تأتي بالاشتراك بين أكثر من 20 دولة ومنظمة الصحة العالمية. ووقع على المقال قادة 23 دولة من مختلف قارات العالم، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورؤساء كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وإندونيسيا. المقال الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أكد أن مثل هذا الالتزام الجماعي المتجدد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستعداد للجوائح على أعلى مستوى سياسي. وأضاف القادة في مقالهم أنه ستكون هناك جوائح أخرى وحالات طوارئ صحية، ولا يمكن لأي حكومة أو منظمة متعددة الأطراف أن تواجه هذا التهديد بمفردها. وشدد المقال على أن تعزيز القدرة على مواجهة الجوائح يستدعي توطيد التعاون الدولي بقوة لكي تتحسن على سبيل المثال أنظمة الإنذار وتشاطر المعلومات والبحوث، وكذلك إنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية ومنتجات التشخيص ومعدات الحماية. كما أكد الموقعون ضمان وصول شامل وعادل إلى لقاحات وأدوية ووسائل تشخيص آمنة وفعالة وميسورة التكلفة لهذه الجائحة ولسائر الجوائح التي ستليها، معتبرين أن التطعيم منفعة عامة عالمية. القادة شددوا أيضا على وجوب أن تؤدي المعاهدة الدولية التي يقترحون إقرارها إلى مزيد من المساءلة المتبادلة وتقاسم المسؤوليات وتعزيز الشفافية والتعاون داخل النظام الدولي، مطالبين باستقاء العبر من جائحة كورونا. وأقر المقال بأن هذه المهمة ستستغرق وقتا وتتطلب التزاما ثابتا على مدى سنوات عديدة، وستحتاج إلى قيادة عالمية.